لا 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 اسمعوا الدول جاء الدول تجديد لما طلب الراب العربي امسي فلسطيني جاي يحكي الحكاية فمن كل البداية جيت اغني الراب انقلاب انقلاب اللي صار اللي فصل ما عندك انتدام لان انا خياط مخيط انا بخيط انا بفصل انا بحكي ما بفصل كلمات بحكي واللي فات ما مات لما يجي حمضة اكيد اخي بيت في فيه فاف بالراب انقلاب السطار لما اكون تطور مشعل مشعل دايما الهام كانك انت عربي فلسطيني بتضل بتضلك مهموم بتضلك مسنود بتضلك هنا نايم بس هي لما احكي لما اشتي كاسم بلدي بحكي اسم البلد كاسم النار كاسم الناصري كاسم عكا بفكر ان هدول بكفوا بس اسمع لما احكي عن الجرأة بحكي عن البرأة انا شاب كثير شجاع انا شاب اللي مخالب اللي تام انا شاب اللي بحاول يفوتني بقى انا شاب اللي بحاول يفوتني وقت شاب برك بأطبق بكلماتي بأطبق ما بخليك تنزل حد والله صفر ايه انا بخليك زي المسح نسل بسم الدسم بخليك تكمل بخليك تقوم كقسم بس اوعى تفكرني انا الرب الحمضر اللي بحكي كلمات واللي فاق لما بتفكر وفرق الخطريات بتعلموا بتعلموا كفكم تكونوا وطنيه بس لا احنا ما بنحب نكون عنصريه احنا بنضلنا كل حياتنا وطنيه ومسكين ومحامي شكرا